يقول السائل: جئنا إلى مكة لقضاء عدة أيام في بيت الله الحرام ومعي إخواني، ولكن بعض إخواني يرغب بعد رجوعنا إلى مساكننا في جدة أن يذهبوا ويصطافوا في خارج المملكة في بعض البلدان الإسلامية، علما بأن تلك البلدان منتشر فيها الخلاعة والفجور ولا تحكم بما أنزل الله، فهل يجوز هذا السفر؟ لا يجوز السفر إلى البلاد التي تظهر فيها المنكرات والمعاصي والشرك، لا يجوز السفر إليها بقصد النزهة، يبقى في بلادنا وعند أهله في بلده والحمد لله، والنزهة ما هي بلازمة، ويتنزه في البلد، تنزه في البلد ومع المسلمين هنا، ولا يروح للبلاد التي فيها شر وفيها اختلاط وفيها فساد وفيها انحراف، لأن الإنسان أغلى ما عليه دينه وعقيدته، فلا يخاطر بها علشان النزهة. نعم.